بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة أخرى في محاضرة جديدة لمساق هندسة الأساسات، والذي يدرس لطلبة بكالوريوس هندسة التشييد وإدارة المشاريع بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. محاضرتنا اليوم حتكون استكمال لموضوعاتنا السابقة في السب سيرفيس اكسبلوريشن، وراح نحكي عن حاجة اسمها كون بنتريشن تيست، أو اختصاره CPT. يعني وين ما تشوف CPT في السويل أو في الأساسات، بتعرف إنه هذا اختصار للكون بنتريشن تيست. هذا التيست هو تيست متعدد الأغراض أو متعدد الجوانب. الهدف منه إنه أنا أحصل على الخصائص الهندسية المختلفة للتربة في الأعماق اللي أنا بدي إياها. طبعا زي ما احنا شايفين، هذا التيست بيتكون من شاحنة أو ترك. هذه الشاحنة في إلها محاور ارتكاز. هذه المحاور احنا بنشوفها بشكل مستمر، مثلا في الرافعه او في الشاحنه تاع ضخ الباطون. عندما بدها تضخ الباطون اللي هي المشافات اللي انا بحكي عنها، تركز على محاور. هذه المحاور يعني بتثبتها في الارض، وتعتمد في التثبيت على وزنها الثقيل. اذا هذه التراك بتكون اوزانها كبيره جدا. الان الهدف من الوزن الثقيل انه تستطيع ان تغرس هذا المخروط في الارض على الاعماق المختلفه. هذا التست ممكن نطلق عليه اسم ذا ستاتيك بنتريشن تيست، اختبار الاختراق الاستاتيكي. اند نو بور هولز ار نيسيسري تو بيرفورم ذيس تيست. انا ما بحتاج اعمل بور هول واخذ منها عينه تربه، وانما العمليه بتتم ببساطة، هي عملية غرس هذا المخروط في التربة، وبناء على بعض الأرقام اللي أنا بحصلها أستطيع أن أتعرف على خصائص التربة. حنشوف الكلام هذا مع بعض بالتفصيل. الآن هذا المخروط أو هذا القضيب رأسه عبارة عن مخروط. المخروط زاوية رأسه 60 درجة، يبقى a 60 degrees cone with a base of area 10 centimeters square. هذه المساحة تبعت المقطع، مساحة مقطع الرد هذا هي عبارة عن 10 سنتيمتر مربع. طبعا كيف المخروط بركب في القضيب هذا؟ بسن ممكن أو بأي طريقة معينة، لكن في الغالب ممكن بسن، يعني بيتم تركيبه وفكه. هذا المخروط يتم ضغطه أو دفعه into the ground at a steady rate of 20 millimeters per second. بنزل في التربة بمعدل منتظم مقداره 20 مليمتر في الثانية. And the resistance to penetration، المقاومة تاعت الاختراق حنسميها the point resistance، وهذه بيتم قياسها. الآن الكون بنتروميترز مجر، المستشعرات أو المجسات اللي موجودة عندي بتقيس شغلتين. أول حاجة بتقيس the cone resistance وحنسميها QC. طلع معي هنا على الرسمة، في عندي QC وفي عندي FS. نشوف الآن QC إيش هي. هي عبارة عن معوقة أو resistance بتقاوم دخول الكون أو انغراسه في التربة. It is the vertical force applied to the cone. هي عبارة عن القوة الرأسية اللي احنا أثرنا فيها على الكون، مقسومة على its horizontal projected area، يعني مقسومة على العشرة سنتيمتر مربع عشان أطلع stress، لأنه الستريس أو البرشر هو عبارة عن القوة على المساحة. يبقى قص لي أول حاجة شغلة اسمها QC. الآن بدي يقيس لي حاجة اسمها frictional resistance، قوة الاحتكاك أو مقاومة الاحتكاك، وحنطلق عليها FC. الآن في الرسمة مكتوبة FS، بسيطة بنعملها FC يعني بصير ما في عندنا اختلاف في الترمز، هي FC. طيب ال FC هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الفريكشن اللي جاي على الجوانب. اوكي، يبقى it is the resistance measured by a sleeve located above the cone with the local soil surrounding it. هي الاحتكاك نتيجة التربة اللي تحيط بالسليف أو تحيط بالقضيب أو الرد اللي عندي. The frictional resistance، قوة الاحتكاك أو مقاومة الاحتكاك، is equal to the vertical force، هي القوة الرأسية اللي احنا أثرنا فيها، divided by its surface area، المساحة السطحية أو المساحة الجانبية. عشان هيك أجا أعطاني الـ FC زي ما تشايفين بالأسهم الحمراء، وبتكون على السيرفس او على الجوانب. اما الكيو سي اللي هي الكون ريزيستنس، زي ما احنا شايفين جايه مباشره عموديه على الاريا. يبقى هي المساحه الاولى تاعت الكون، تمام، وهي القوه تاعت اللي هي الكيو سي جايه نورمال تو ذا سيرفس، عمودي على السطح. اما القوه تاعت الفريكشنال
جاي موازية للسيرفس اللي بصير في عنده عملية الاحتكاك. الآن الصور اللي عندي هي صور بتوضح التراك أو الشاحنة بشكل مباشر، وهي شكل الكون طبعا كيف تجهيزه في الموقع بصير، تمام، وفي الصورة اللي أمامنا كيف عملية الغرس بيتم. الآن لو دخلتوا أنتوا على اليوتيوب وكتبتوا CPT تيست أو الكون بنتريشن تيست راح تجيكم فيديوهات واضحة وتفصيلية عن هذا التيست وكيف يتم. من مميزات هذا التيست أنه أول حاجة No borehole is needed أو borehole is not necessary، أنا ما بحتاج أعمل borehole وإنما هي عملية اختراق. Almost continuous data لأنه الشغل اللي عندي شغل أوتوماتيكي أو أوتوماتيد، كل أنا ما صار في عندي اختراق زي ما احنا شايفين هيئة الدبث مع QC as a function of depth، QC as a function of depth، كل احنا ما زلنا إلى أسفل واضح إنه لحاله بسجل القراءات وبيعمل لي رسم بياني. Elimination of operator error، أنا ما في عندي عملية خلينا نقول عملية يدوية، في عندي شخص برفع المطرقة وبدق، وفي عندي مشكلة في الإكسنتريسيتي أو إنه صار في عندي خطأ في عدد الضربات أو كذا، ما في عندي ايرور من الأوبريتور من الشخص أو من الإنسان، لأن العملية عملية بتصير بشكل أوتوماتيك. ريلايبل يمكن الاعتماد عليه، ريبيتابل تيست ريزلتس أيضا من المزايا تبعت هذا التيست. الآن الديس أدفانتجز تبعته وعيوبه، inability to penetrate through gravels and cobbles، لو كانت التربة اللي عندي فيها جرافلز يعني حصمه وفيها زلط يعني ما بيصير في عندي اختراق. النيور تكنولوجي، هذه التقنيه هي تقنيه حديثه وبالتالي هي ليس بوبوليتد داتا بيس ذان اس بي تي، الاس بي تي اكثر شيوعا في الاستخدام من السي بي تي. لاك اوف سامبلينج، انا ما باخذ عينه من التربه بوديها على المختبر وباقوم بعمليه تحليل التربه وفحصها، وانما بتم الشغل عندي عن طريق كورليشنز او علاقات بتكون QC أو الـ FC مع خصائص التربة المختلفة زي ما هنشوف كمان شوي. فمثلا العلاقة الأولى كيف أنا بدي أربط بين الـ DR وبين الـ QC، إيش هي الـ DR؟ هي Relative Density تمام، والـ QC هي عبارة عن الـ Cone Resistance زي ما شفنا قبل شوي. العلاقة الأولى بتقول لي إنه الـ DR كنسبة مئوية بتساوي 68 مضروبة في log QC على جذر الـ PA في سيجما برايم نود كله ناقص واحد، واضح انه هذه علاقه ايضا امبيريكال، هذه طورها مين؟ كولهاوي وماين في سنه 1990، وبقول لي البي اي هي عباره عن اتموسفيريك بريشر وسيجما برايم نود هي عباره عن الافكتيف فيرتيكال ستريس. في عندي علاقه اخرى ممكن من خلالها ايضا احصل على الدي ار، بس واضح انه في عندي هنا كيو سي كابيتال، هنا بنحكي عن كيو سي سمول، هذه هي عباره عن الكون ريزيستنس، هنا عندي صار في كيو سي كابيتال وفي عندي كيو سي سمول. كيو سي سمول هي عباره عن اللي هي الكون ريزيستنس، اما الكيو سي كابيتال هي عباره عن كومبريسيبيليتي فاكتور وهي قيمها 0.91 في الهايلي كومبريسيبل ساند، 1 في المودريتلي كومبريسيبل ساند، 1.09 في اللو كومبريسيبل ساند. بضل عندي الـ OCR هي الـ Over Consolidated Ratio وشفنا مع بعض كيف بنحسبها، والـ PA والـ Sigma Prime Node كما تعرفوا في المعادلة اللي قبل. إذا واضح إنه أنا بقدر أستفيد من الـ QC في حساب الـ DR without sampling، أنا ما أخذت عينة على المختبر وإنما هذه عبارة عن Empirical Correlations زي ما هم بين أمامنا. طيب بقدر استفيد من الـ QC في حساب الـ Drain Diffraction Angle اللي هي Phi Prime، زاوية الـ Diffraction Angle تبعت السويل، وهذه بشكل رئيسي بتكون في الساند لأنه الـ Clay Soil مثل Phi إلها بتكون Almost Zero. فالعلاقة الأولى بيقول لي إنه Phi بيساوي Tan Inverse لـ 0.1 زائد 0.38 لو QC على Sigma Prime Node، يبقى من الـ QC بقدر أطلع قيمة Phi. هذه المعادلة مين اشتقلنا إياها؟ كولهاوي وماين في 1990، وهذه for normally consolidated quartz sand. في عندي علاقة أخرى طورت في إيطاليا في سنة 2002، والعلاقة هذه بتقول لي إنه phi prime بيساوي tan inverse 0.38 زائد 0.27 log QC على sigma prime node. بس بدنا ننتبه إنه هذه العلاقة صالحة لمين؟ للتربة اللي نوعيتها ML أو SPSM. هذه عبارة عن رموز مرتبطة بحاجة اسمها Soil Classification، لو رجعنا للSoil Mechanics هنفهم شو هي الـ ML وشو هي الـ SPSM،
هذه اللي نسميه الدول سيمبل، البي الاس بي اس ام هي عباره عن الدول سيمبل. وهذا طبعا موضوع طويل شرحناه بالتفصيل في السويل ميكانيكس، واللي حابب يراجع كتاب السويل موجود وبقدر يرجع له في اي وقت. عندي علاقه اخرى طورت في سنه 2004 من خلال باحث اسمه لي، فلي بيقول لي انه فاي برايم بيساوي 15.575 كيو سي على سيجما برايم اتش تو ذا باور 0.1714، وبقول لي انتبه انه سيجما برايم نود هي عباره عن الهوريزونتال افكتيف ستريس. يبقى واضح انه في عندي انا مجموعه من الكورليشنز بقدر احسب فاي برايم من خلال معرفتي بالكيو سي او الكون ريسيستنس. ايضا في عندي كورليشن بين كيو سي وبين الان 60، يبقى انا بقدر اربطهم مع بعض. كيف انا بحصل على الان 60 من خلال كيو سي؟ العلاقه بتقول لي انه كيو سي على الاتموسفيريك بريشر مقسومه على ان 60 بتساوي سي في دي 50 اس اي، ودي 50 احنا عرفنا شو هي، هي عباره عن المين جرين سايز ان مليمتر، وهو الدايمتر اللي بيكون عنده البيرسنت باسنج 50% من السويل. طيب الكيو سي عارفينها والبي اي عارفينها والان 60، طب ضل عندي السي والاي. السي والاي هم عباره عن كونستانتس وبتم حسابهم او اخذهم من التيبل اللي عندي في الاسفل. الان هذه اسماء الانفستيجيتورز، منهم الباحثين اللي اوجدوا قيم مختلفه لسي واي، فبقولوا هاي قيم سي وهي قيم اي، فبعض الباحثين اعطاني قيمه ابر ليميت ولور ليميت لقيمه سي وقيمه اي. اذا من خلال هذه المعادله بقدر انا اطلع قيمه الان 60 بمعلوميه كيو سي. ايضا استفيد من الكون بنتريشن تيست في معرفه السويل تايب. السويل تايب يعني ايش نوعيه التربه. في عندي حاجه اسمها الاف ار، الاف ار هي عباره عن فريكشنال ريزيستنس مقسومه على الكون ريزيستنس، هي اف سي على كيو سي، وهذول التو فاليوز بحصل عليهم من وين؟ من التيست بشكل مباشر. الان لو قسمت اف سي على كيو سي بطلع حاجه اسمها الاف ار، هاي الاف ار جاي عندي على الاكس اكسس، تمام؟ على الواي اكسس في عندي الكون ريزيستنس او الكيو سي. الان بمعلوميه الاف ار ومعلوميه الكيو سي بقدر اطلع نوع التربه. هاي في عندي اورجانيك، في عندي كلي، في عندي سيلت كلي تو كلي، كلي سيلت تو سيلت كلي الى اخره. يبقى انا بقدر اعرف نوعيه التربه. طب ايش الارقام اللي بين الاقواس؟ الرقم اللي بين القوسين هو عباره عن كيو سي على بي اي كله مقسوم على ان 60. يبقى ايضا من خلال الارقام هذه اللي هنا بقدر انا اعرف لكل نوعيه سويل شو هي قيمه الان 60 بناء على هذه العلاقه، لان كيو سي عندي موجوده والبي اي عندي موجوده از اتموسفيريك بريشر، ان 60 غير موجوده، لكن الرقم هذا ايش ماله؟ موجود عندي من خلال تعويضي في المعادله، بقدر اطلع ان 60 حسب نوعيه السويل اللي موجوده عندي حسب التصنيف اللي انا وصلت له. طيب الاف ار ممكن اربطها ايضا بالدي 50. هنا الاف ار حسبناها اف سي على كيو سي. الان في عندي علاقه بقدر من خلالها اربط الاف ار مع الدي 50. الدي 50 احنا فاهمين شو هو. طيب ايش الفرق بين المعادله 47 و48؟ معادلة 47 بستعملها في حالة الإلكتريك كون، معادلة 48 في حالة الميكانيكال كون. يبقى الكون بنتريشن تيست قد يكون إلكتريكال وقد يكون ميكانيكال. نيجي الآن نشوف كورليشنز مع مين؟ مع الأندرين شير سترينث اللي هي السي يو، والبري كونسوليديشن بريشر سيجما برايم سي، أند ذا أوفر كونسوليديشن ريشيو فور إكلي. أول علاقة عشان أعمل كورليشن بين الكيو سي ومع السي يو، بتقول العلاقة انه السي يو بيساوي كيو سي ناقص سيجما نود على ان كي. السي يو هي عبارة عن الاندرين شير سترينث، الكيو سي هي الكون ريزيستنس، سيجما نود هي عبارة عن التوتال فيرتيكال ستريس، والفيرتيكال ستريس احنا عارفين كيف بنحسب، وعبارة عن جاما في اتش او جاما في زد. الان كي هو عبارة عن بيرنج كاباسيتي فاكتور. كيف بدنا نحسب هذه القيمة؟ الان اجوا اثنين علماء ماين وكيمبر في 1988 حكوا لي انه ان كي بتساوي 15 فور الكتريك كون، وان كي بتساوي 20 فور ميكانيكال كون. في 2003 في عندنا عالم اسمه اناغنوستابولاس، فبيقول لي انه ان كي بيساوي 17.2 في حاله الالكتريكال كون، وان كي بيساوي 18.9 فور ميكانيكال كون. يبقى هذه المعادله عشان اطبقها انا بدي اكون عارف الكون اللي عندي هل هو ميكانيكال ولا الكتريكال. نفس العالم
أناجناستابولاس في 2003 قال لي إنه في حالة الميكانيكا الكون ممكن تستعمل هذه المعادلة، بيقول لي إنه السي يو بيساوي اف سي تقسيم 1.26، هذا في الميكانيكا الكون. في الإلكتريكال كون بيقول لي إنه السي يو بتساوي قيمة الاف سي، وإحنا عارفين شو هي الاف سي. سيجما برايم سي هي عبارة عن البري كونسوليديشن بريشر بيساوي 0.243 في كيو سي تو ذا باور 0.96، وسيجما برايم سي وكيو سي بدنا ننتبه انهم بالميجا نيوتن على المتر المربع. اخر علاقه بتربط لي الكيو سي مع الاو سي ار، وهذه العلاقه بتقول لي انه الاو سي ار بيساوي 0.37 في كيو سي ناقص سيجما نود مقسوم على السيجما برايم نود كل اس 1.01. وبدي انتبه لانه سيجما نود هي عباره عن التوتال فيرتيكال ستريس، اما سيجما برايم نود هي عباره عن الافكتيف فيرتيكال ستريس. هذا المثال اللي أمامي بيوضح لي كيف أنا بدي أحسب قيمة Relative Density بمعلومية نتائج الكون Penetration Test. فبقول لي At a depth of 12.5 meter in a moderately compressible sand deposit, a cone penetration test showed that QC equals 20 mega newton per square meter. أعطاني قيمة QC والdepth 12 متر ونص. For the given soil, gamma بتساوي 16 كيلو نيوتن على المتر المكعب and the OCR equals 2. مطلوب مني أحسب Relative Density باستخدام معادلة 351. الآن هاي معادلة 351 أمامي، نطلع على البارامترز اللي فيها أو المتغيرات. عندي الـ OCR وهو given لأنه هي معطيني إياه باثنين، تمام. الـ QC هيها عبارة عن 20، يبقى هذا الرقم كمان موجود عندي. الـ PA هو الـ Atmospheric Pressure. Sigma Prime Node الآن بدنا نجيبه، هو عبارة عن Gamma في H. جاما هي عبارة عن 16 وإتش هي عبارة عن 12.5، يبقى هذا الرقم إشماله كمان صار موجود عندي. والبي اي هو الاتموسفيريك بريشر، فما علي إلا إني أعوض مباشر، فبطلع عندي قيمة الدي آر 0.365 أو 36.5%. مسألة مباشرة ما فيها أي إشكالية. ننتقل الآن لموضوع اسمه Preparation of Boring Logs. شو هو البورينج لوج؟ البورينج لوج هو عبارة عن جرافيكال برزنتيشن للبور هول اللي أنا بعملها. ننتقل بس للأمام سلايد ونرجع عشان بس نوضح الفكرة. هذا الشكل الأمامي هو عبارة عن بورينج لوج، هو عبارة عن جرافيكال برزنتيشن للبور هول اللي عندي. واضح إنه بتكون من مجموعة من العناصر. في عندي التايتل فوق هو البورينج لوج، هنا عندي name of the project إيش اسم المشروع تبعي، مثلاً two story apartment building هو بناية من طابقين. اللوكيشن وين الموقع تبعها، ديت اوف بورينج التاريخ، البورينج نمبر رقم البور هول اللي عندي او رقم البور لوج اللي عندي قديش، تايب اوف بورينج ايش نوع البورينج اللي عندي، جراوند اليفيشن. فبيعطيني معلومات عامة عن المكان وعن الزمان اللي انا اخذت فيه هذه البيانات. بعد هيك نطلع على الجرافيكال برزنتيشن. في عندي هنا السول ديسكريبشن، شو هو وصف التربة اللي عندي، وإذا هو نازل وجد الووتر تيبل فهياته هنا حط لي الجراوند ووتر تيبل على عمق 3 متر ونص، وحط لي نوع التربة اللي موجود. طبعا الاس ام والام ال والاس بي هذه عبارة عن سويل كلاسيفيكيشن ريزلتس، يعني هو عمل تصنيف للتربة في المختبر وحسب التصنيف أجا أعطاني القيم هذه. طبعا بالتصنيف بيتم بناء على بيانات او معلومات، هذه المعلومات بيتم اخذها في المختبر، بناء على هذه البيانات والمعلومات بيتم عمل تصنيف للتربه او soil classification. اذا العمود الاول هو soil description، العمود الثاني هو depth، واضح انه هنا هي عمق 1 متر 2 3 4 الى اخره. الان العمود رقم 3 بيعطيني حاجه اسمها soil sample type and number. مثلا في هذا المكان اخذ عينه سماها SS1، ايش الـ SS؟ نطلع تحت هي Split Spoon Sample وعطاها رقم 1، هنا Split Spoon Sample وعطاها رقم 2، هنا أخذ عينة ST1، ايش الـ ST؟ ST Shell Biotube Sample، وهكذا. في العمود اللي بعده الـ N60، قديش قيم الـ N60 عند الأعماق المختلفة؟ مثلا عند عمق مترين هيها 9، عند عمق 3 متر أو 3 متر ونص 12، عند عمق 6 متر او 6 متر ونص 11، وهكذا. العمود اللي بعده اعطاني حاجه اسمها ال WN، ال WN هي عباره عن Natural Moisture Content، اي رمز انت بتتغلب فيه هنا ما بتكونش عارفه اطلع تحت بتلاقي التفسير تبعه
موجود، وآخر عمود هو عبارة عن الكومنتس. هذا الشكل كله على بعضه حنسميه حاجة اسمها البورينج لوج. يبقى نرجع مرة تانية، البورينج لوج هو عبارة عن جرافيكال برزنتيشن للبور هول اللي أنا أخذتها. طبعا as the borehole is advanced downward، كل احنا ما نزلنا الى اسفل، the driller generally should record the following information in a standard log. كل ما نزلنا الى الاسفل الانسان اللي بيشتغل على الحفار لازم يسجل البيانات التاليه: name and address of the drilling company، مين هي الشركه اللي بتقوم بعمليه الحفر واسمها، driller's name، مين الشخص اللي قاعد على الحفار، job description and number، number type and location of the boring، عدد البور هولز اللي اخذناهم ومكانهم وانواعهم، date of boring، اليوم والتاريخ، subsurface stratification، كيف طبقات التربه في الاعماق، وهذه بتتم by the visual observation، يعني بناء على الفحص اللي بالنظر اللي بيشوفه في الموقع بيسجل هو في الداتا شيت اللي عنده او في النوتس اللي عنده، out by auger split spoon sampler، بناء على الحفر بناء على التربه اللي بتطلع معه اثناء عمليه الحفر، الووتر تيبل اليفيشن بده يسجل قديش منسوب المياه الجوفيه، اند ديت اوبزيرفد، وفي اي يوم شاف الووتر تيبل، يوز اوف كيسنج اند مد لوسز اند سو اون، اي شغله بيشوفها في الفيلد بده يسجلها، ستاندرد بنتريشن ريزيستنس اند ديبث اوف اس بي تي، قديش الاس بي تي اللي عندي والعمق اللي حصلنا على هذا الرقم عنده، number type and depth of the soil sample collected، عدد العينات ونوعها والاعماق اللي اخذنا منها العينات. كل هذه الاشياء احنا بنسجلها بورينج لوج تكون سليمه وصحيحه وتعطي ريبريزنتيشن حقيقي للموقع. طبعا هذه المعلومات لازم تتسجل and should never be left، ما ينفعش انا اتركها للذاكره، انه انا اقول والله انا مخي نظيف، انا عقلي دفتر، انا بانساش، انا ذاكرتي حديد، هذا الكلام كله ما بنفع في الموقع، لازم تسجل كل حاجه. Because doing so often results in erroneous boring logs، اذا انت ما عملت الكلام هذا بالتاكيد راح تقع في اخطاء وراح تنسى. After completion of the necessary laboratory tests، بعد ما يتم عمل الاجراءات المخبريه اللازمه، the geotechnical engineer، المهندس تبع التربه، he prepares a finished log that includes notes from the driller's field log and the results of the tests conducted on the lab. يعني مهندس التربة بعد هيك بده يعمل finished log، يعني اللوج جاهزة ونهائية بناء على اللوج اللي عملها الدريلر في الفيلد، اللي هي اللوج خلينا نقول السكتش او السكيماتيك دايجرام، الرسم التخطيطي او الكروكي اللي عمله في الفيلد، وايضا يتضمن نتائج فحص المختبر. الآن فيجر 344 shows a typical boring log، هذه هي اللي احنا بنحكي عنها قاعدين. These logs have to be attached to the final solid exploration report submitted to the client. هذه البورينجز كلها بتنحط في تقرير التربة اللي بيتسلم للمالك أو لصاحب العمل. The figure also lists the classification of the soil، بده يعمل تصنيف للتربة زي ما احنا شايفين، هي عندي الاس ام وفي عندي الام ال والاس بي، وهذه طبعا كل رمز له مدلوله. In the left hand column، على الكولوم الايسر، along with the description of each soil based on the unified soil classification system، نظام التصنيف هذا اللي بيعطيني SM و ML و SP هو ال unified soil classification system او USCS system، USCS، وهذا طبعا من اشهر الانظمة في تصنيف التربة او في soil classification. بعد ما نخلص عملية أخذ عينات التربة أو برنامج استكشاف التربة، the soil and rock specimens collected in the field are subject to visual observation and appropriate lab testing. بعد إحنا ما نأخذ العينات بتم فحصها بالنظر في الموقع وثم ترسل إلى المختبر لإجراء الفحوصات. The basic soil tests were covered in soil mechanics course. الفحوصات الأساسية للتربة تعلمناها في مساق ميكانيكا التربة. All the required information has been compiled. Soil exploration reports is prepared for the use by the design office and for reference during future construction work. بعد احنا ما نخلص تقرير التربة، هذا التقرير بروح لمكتب التصميم او بروح الى
المكان المراجع او الارشيف بعدها طبعا ما نخلص الهدف منه، مش ان انا بعمل الفحص عشان احطه في الارشيف، لا انا بعمل الفحص فحص التربه عشان استفيد منه في اعمال التصميم واتعرف على التربه وخصائصها، بعد هيك ممكن انا اوديه الى الارشيف ليش؟ لاي احتياج مستقبلي لاعمال انشائيه في نفس المكان. Although the details and sequence of information in such reports may vary، ممكن ترتيب البيانات وتتابعها في التقرير يختلف من مكان إلى آخر، لكن بالمجمل كل التقارير لابد أن تحتوي على العناصر الأساسية المطلوبة. كل تقرير لازم يحتوي على العناصر التالية، هذه العناصر لازم تكون موجودة في التقرير، إحنا مش حنمشي عليها لأنه هي عبارة عن قراءة وترجمة فقط، فبعيدكم الله بتمروا عليها لوحدكم، طبعا مش مطلوب أنكم تحفظوها. خليني أنا أكسب الوقت وأفرجيكم تقرير من تقارير التربة اللي عملناها مؤخرا في أحد المشاريع اللي بننفذها في الكلية. الآن هذا هو الغلاف تبع التقرير زي ما احنا شايفين، المختبر اللي سوى التقرير هو مختبر المواد والتربة بالجامعة الإسلامية، وهيئة عنوان التقرير Soil Investigation Report، تقرير فحص تربة لمين؟ For the Conservation Project over Kayseriya Bazar، هذا عنوان المشروع Phase No. 1 في مدينة غزة. الـ Client The University College of Applied Sciences هو صاحب العمل، رقم التقرير وتاريخ إصدار التقرير. الآن هذه المحتويات تبعت التقرير، في عندنا الـ Introduction، Site and the Project Description، وفي عندنا طبعا Figure هل قد حنمر عليه مع بعض، عندنا Gaza Strip and Site Geology الجيولوجية تبعت المكان وتبعت قطاع غزة، الـ Field Study، ثم الـ Laboratory Tests مين هي الفحوصات اللي تمت في المختبر، Results Analysis of Field and Lab Testing نتائج الفحوصات، Conclusions and Recommendations ثم الـ Appendices أو الملاحق. هاي الـ Introduction بحكي في الأول عن المختبر، مختبر مواد التربة، يعني تم التواصل معه لإجراء فحوصات تربة لصالح مشروع The Conservation Project of the Kayseriya Bazar Phase No. 1، وهذا الشغل مين طلبه؟ طلبته الكلية الجامعية، والمين المهندس المشرف اللي هو المهندس لؤي الجريناوي، هو ذا سينيور بروجكت انجينير اللي له علاقة بالجيوتكنيكال وورك في المشروع. هدف الدراسة زي ما احنا شايفين ايش المطلوب، ذا سكوب اوف ذا وورك مين اللي حدد الغرض من الدراسة، طبعا بناء على المهندس تبع الجهة المالكة. اتفقنا على انه يكون في عندنا تو بور هولز على عمق اقصاه 26 متر اسفل الارض او اسفل سطح الارض، فهذه بتوضح لنا اللي هي المنطقه بشكل عام اللي بدنا ناخذ فيها العينه. الان جينا عملنا فوكس على المكان، هي مكان بور هول نمبر 2 بور هول نمبر 1، تمام. هنا وضحنا بالاحداثيات النورث والايست وقديش الزد قديش ارتفاعها عن سطح البحر، فهنا تحدد اللي هو اللوكيشن تبع البور هول بشكل دقيق. زي ما حكينا في عندنا شوية عن جيولوجيا قطاع غزة، فبدأ يحكي هنا عن الجيولوجيا تبعته من كيف طبقات التربة والتاريخ الجيولوجي بشكل طبعا مقتضب ومختصر. الفيلد ستدي عملية الحفر كيف تمت بالنسبة للحفر اللي عندي، طبعا زي ما ذكرنا عندنا تو بور هولز لعمق 26 متر كويس. عملية السامبلينج كيف تمت، كل 2 متر أخذنا عينة من عينات التربة حتى وصلنا إلى عمق 26 متر، يعني كل بور هول أخذنا منها 13 عينة. العينات تم جمعها وحفظها في بروف بلاستيك باكس وضعت في أكياس نايلون تمنع دخول وخروج الماء and transported to the laboratory for testing، راحت على المختبر عشان عملية الفحص. الفحوصات اللي تمت طبعا كلها according to the ASTM American Society for Testing and Materials. الفحوصات اللي تمت كما يلي: Natural Water Content المحتوى المائي، Grain Size Analysis، Atterberg Limits، Constant Head Test، Density Test اللي هو فحص الكثافة. بعد هيك بنحط الديسكريبشن تبع الطبقات اللي عندي، طبعا هذا الديسكريبشن قد يكون فيجوال ديسكريبشن بناء على ايش هو شاف المهندس في الموقع، او بناء على فحوصات المختبر زي ما احنا شايفين هاي نتائج مين السويل كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم، وهنا اعطانا بعض الارقام اللي حصل عليها في المختبر كويس. هذه للطبقه طبعا، الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه، وهكذا ظل يمشي.
بعدين اجى هنا اعطاني ملخص للفحوصات اللي صارت او نتائج الفحص اللي صارت عنده. هاي عندي الدبث، عندي السويل سامبل، المويستشر كونتنت، دراي دنسيتي، سويل كومبوزيشن، ما هي مكونات التربه، اتربرج ليميتس، الاند كونفايند كومبرسيف سترينث اللي هي السي يو، واعطاني الشير بارامترز اللي هي السي والفاي. طبعا الكلام هذا كمل لي لعند ما وصل ل 26 متر. نفس الشيء بالنسبة للبور هول الثانية. بعد ما خلص الكلام هذا اجى اعطاني اللي هي البور لوج، تمام، او البورنج لوج زي ما شفنا قبل بشوي بالضبط. يعني هيك اتمنى انه تكون عملية البور هول والبورنج لوج صارت واضحة بالنسبة لكم. نرجع نكمل مرة ثانية، هذه شفناها شو هي محتويات التقرير. الآن The following graphical presentation should be attached to the report. ممكن أنا أرفق بعض الرسومات التوضيحية مع التقرير. A site location map، خريطة للموقع. هذا المكان أو هذه الخريطة ممكن أوضح عليها أنا the location of borings، أماكن البور هولز اللي عندي. The boring logs لازم أرفقها مع التقرير. Laboratory test results، نتائج فحص المختبر. And other special graphical presentations، أي رسومات توضيحية أنت بتشوف إنها مناسبة بتم إرفاقها مع التقرير. طبعا التقرير لازم يكون مرتب ولازم يكون موثق، والبيانات اللي فيه تكون متسلسلة تسلسل منطقي، وبحيث إنه يساعد على إجابة جميع الأسئلة والمشاكل اللي ممكن المصمم يتعرض لها أثناء عملية التصميم. وممكن أنت كمعد للتقرير إنك تعطي recommendations وتعطي نصائح شو هو نوع الأساسات الأنسب لهذا الموقع أو لهذا المكان. آخر موضوع هنشوفه هو البليت لودينج تيست. طبعا هذا مش موجود بالكتاب لكن لأهميته احنا حبينا نحطه هنا. هذا البليت لودينج تيست هو عبارة عن بليت زي ما احنا شايفين بالرسمة. هذا البليت الدائري طبعا له أقطار معينة ستاندرد. هذه الأقطار قد تكون 30 سنتي، 45، 60 أو 75 سنتي، تمام. طبعا زي ما احنا شايفين في فوق هذا البليت في عندي جاك وفي هنا فريم. هذا الفريم بيكون ثقيل جدا بحيث انه يكون هو وسيلة دعم، بمعنى انه انا بدي اضغط هذا البليت، بدي اضغطه ينزل في التربة. طبعا مش ينزل يخترق التربة، لا، بدي اضغطه انه يكبس على التربة عشان اشوف قديش السيتلمنت او الهبوط اللي بده يصير عندي as a function of the applied load. يعني انا حاضغط من هنا بوزن كويس، هذا الوزن او هذا اللود اللي انا بضغط فيه من هان راح يعمل لي سيتلمنت نتيجه وجود هذا البليت، طبعا سيتلمنت في التربه او هبوط في التربه. الان عشان اتمكن من الضغط باوزان كبيره جدا او بقوه كبيره جدا بده يكون في عندي وسيله دعم، وهذه الوسيله هي الفريم اللي موجود عندي. طبعا هذا الفريم بيكون ثقيل جدا، ممكن يكون مدعم بشكل جيد او ممسوك في الارض بحيث انه مع اللود الكبير اللي انا بدي اضغط فيه من هنا هذا الفريم ما يتحركش. طبعا هذه رسمه سكيماتيك زي ما انتم شايفين، هي البليت اللي عندي وهذا الجاك، وجاي هو دعم الجاك بفريم وحط على الفريم حاجه اسمها اللي هي لودد بلاتفورم، منصه محمله. يعني ممكن تكون هذه عباره عن كتل من البطون، بعدين اجى حط هنا اكياس رمل او حجاره عشان تعطي وزن ثقيل بحيث انه هذا الفريم ما يتحرك. طبعا في عندي هنا مجموعه من السنسورز، خليني امسح الدوائر اللي انا حطيتهم عشان الشيء يكون اوضح. الان هذا البليت زي ما انتم شايفين مربوط معه سنسورز. هنا عندي سنسور 2 3 ممكن يكونوا اكثر من هيك. هذه السنسورز او المجسات او الجيجز الهدف منها انها تقيس السيتلمنت او الهبوط اللي بيحصل لهذا البليت مع اللود اللي احنا بنطبقه. طبعا العملية بتتم بأنه أنا بأطبق لود معين، هذا اللود بأستنى عليه دقيقة، دقيقتين، 4 دقائق، 10، 20، 40، لعند ساعة. وعند كل لحظة زمنية أو عند كل وقت بمر بأسجل السيتلمنت اللي عندي. زي ما انتم شايفين هياة الرجال قاعد تحت الفريم وماسك القلم وبيسجل، هو ماسك ستوب ووتش أو ساعة وعند فترات زمنية معينة بيسجل قديش قراءة الجيجز اللي عندي. طبعا من قراءة الجيجز بقدر انا اعرف قديش السيتلمنت اللي حصل عندي. هذه صورة اخرى للبليت لودينج تيست، هاي الجك اللي عندي وهذا الفريم اللي بندعم فيه عملية الضغط.
وزي ما انتم ملاحظين على الجوانب قديش في عندي اوزان ثقيله ورهيبه حتى انه يكون في عندي ضمان لانه هذا الفريم ما يتحرك. في طريقه اخرى انه الفريم اللي انا بدعم فيه بكون مثبت زي ما انتم شايفين بهذه اسياخ حديد بتكون مسننه ببراغي، وهذه عباره عن صواميل، وطبعا هذه اسياخ الحديد بتكون مثبته في الارض بجواديح بطون او بخوازيق او باوزان ثقيله جدا مغروسه في الارض. هذا طبعا الكروس سكشن وهذا البلان تبعه زي ما انتم شايفين، يعني قديش عدد البراغي اللي موجوده او عدد الاسياخ اللي موجوده عندي، كل هذا عشان اضمن انه هذا الفريم ما يتحرك، لانه لو تحرك حركه بسيطه راح يأثر على قراءة الجيجز وحتكون القيم اللي عندي غير سليمة وقيم الستلمنت اللي أنا بحصل عليها بتكون غير حقيقية. الهدف من هذا التست إنه أنا أحصل على علاقة اسمها لود ستلمنت كيرف، علاقة بين الحمل أو بين اللود اللي عندي وبين الستلمنت أو الهبوط اللي في التربة. At a particular depth عند عمق معين so as to estimate the ultimate bearing capacity of the foundation، والهدف منه إنه أنا في النهاية أحصل على قديش قوة تحمل التربة في حال إنشاء الأساس عليها. الأباريتس اللي بنستعملها في هذا التست عندي من 1 ل 13، مش راح نمشي عليهم، طبعا مش مطلوب منك تحفظهم، لكن جيد تكون عارفهم بشكل كويس لأنه هذا التست من الاختبارات المهمة جدا في السويل ميكانيكس. زي ما قلنا البليت سايز قد يكون 300 ملي، 450، 600، 750 ملي متر، الجك اللي حكينا عنه وهكذا. بالنسبة للبروسيجر بعينكم الله بتطلعوا عليها، بروسيجر طويلة لكنها سهلة جدا. أنا اللي بيهمني كيف بدي أسجل القراءات في هذا الشيت. حنيجي على الشيت زي ما احنا شايفين مع بعض، في عندي هنا البروجكت نيم، السايت لوكيشن، ديبث اوف تيستينج، ديبث اوف ووتر تيبل، ديت اوف تيستينج. هذه البيانات بعبيها بشكل عاجل وبدون أي تردد. بنيجي الآن على الجدول اللي تحت وهو من الأهمية بمكان. مثلا نحكي على اللود اللي عندي، نقول 5 كيلو نيوتن مثلا، بدينا بالخمسة كويس. نتيجة تأثير الخمسة كيلو نيوتن حيصير في عندي ستلمنت، حاقيس الستلمنت بعد دقيقة، بعد 4 دقائق، بعد 10، بعد 20، بعد 40، وبعد 60 دقيقة اللي هو بعد ساعة، بعدين بعد ساعتين، 3 ساعات كويس. طبعا هذا منت وهذا عبارة عن اور كويس. الآن بسجل الدايل جيج قديش قراءة الجيج اللي عندي، احطهم الدايل جيج راح افسرها او احولها الى ستلمنت بالمليمتر، بعب الستلمنت اللي صار عندي. طب لقديش اضل ماشي انا؟ لكم ساعة؟ 10 ساعات، 15 ساعة، 20 ساعة؟ بنقول لك لا، اذا انت وجدت انه الستلمنت صار عندك بعد مثلا الساعه الاولى، صار من الساعه الاولى للساعه الثانيه اقل من 0.02 ملم في الساعه، خلاص بتوقف لانه الستلمنت صار عندنا نيجليجبل او قيمته قليله. فبنعبي مره ثانيه الدايل جيج وبنعبي الستلمنت وبنضل ماشيين في القراءات لعند ما الستلمنت عندي يثبت او تصير قيمته ضئيله جدا اقل من 0.02 للمليمتر. طبعا الستلمنت اللي هنا هو عبارة عن القيمة at any given time. هنا بسجل حاجة اسمها الكوميوليتيف ستلمنت اللي هو الهبوط المتراكم، يعني هذه القيمة حتكون نفس القيمة الأولى، يعني هذه مثلا كانت 5، هذه حتكون 5، لو هذه كانت 3 القيمة هذه حتكون 8، لو هذه كانت 7 القيمة هذه حتكون 15. أنا عمال بعمل جمع تراكمي. لو هذه كانت 10 هذه القيمة حتصير 25 كويس؟ يعني الثمانية هي عبارة عن 3 و5، الخمسطاش هي عبارة عن 7 و3 و5، الـ25 عبارة عن 10 و7 و3 و5 وهكذا. هذا الكلام طبعا لمين؟ للدايل جيج نمبر 1. نفس الشيء بالنسبة لدايل جيج نمبر 2، إذا في عندي جيج ثاني، إذا في عندي جيج ثالث وهكذا. بسجل كل قيم الستلمنت اللي عندي، فبصفي بالاخير في عندي علاقه بين اللود وبين الستلمنت اللي موجود. ففي ختام التست اللي عندي باحصل على رسم بياني او جرافيكال برزنتيشن كما يلي، عندي هنا اللود وهنا عندي الستلمنت الهبوط
اللي صار عندي بالمليمتر. طبعا وكل ما اللود بزيد كل ما السيتلمنت بزيد معي. طبعا هذه الكيرفز هي اشكال عامه بنحصل عليها من هذا التيست. مثلا كيرف بي هو على الكوهيزيف سويل، فشكل السيتلمنت في الكوهيزيف سويل او التربه الطينيه بهذا الشكل. كيرف نمبر 1 لوس تو ميديوم كوهيجن ليس سويل، كوهيجن ليس يعني تربه غير متماسكه، يعني تربه رمليه. لوس تو ميديوم يعني قد تكون رخوه او الى متوسطه التماسك. فهي الشكل اللي عندي بشكل عام للستلمنت از ا فانكشن اوف لود. مثلا الكيرف سي هو بارشالي كوهيزيف سويل لتربه متماسكه جزئيا، يعني تربه طينيه بشكل جزئي. تربه دي دنس كوهيجن للسويل، تربه رمليه ولكنها كثيفه. فهذا هو الشكل تبع الستلمنت اللي عندي. طبعا هذه هي النتائج اللي احنا ممكن نحصل عليها من البليت لودينج تيست. هو تيست كتير مهم. في عندي مجموعه من الفيديوهات لهذه التيستينج، سواء كانت اخذ البور هول، البليت لودينج تيست، الاس بي تي والسي بي تي، راح ابعت لكم اياها ان شاء الله على الكلاس روم. بهيك بنكون احنا انتهينا من شابتر 3. راح ايضا انزل لكم الهوم وورك الخاص بشابتر 3. اتمنى انه شابتر 3 يكون واضح بالنسبة لكم، وان شاء الله نراكم مجاهيا قريبا في الكلية الجامعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.